الحياة. السلام عليكم مشاهدي قناة شوف تي في، حنا رجعنا لكم بمباشر جديد مع هاد السيدة شابة مازال صغيرة في السن، كتعاني من مرض سرطان الثدي اللي هو مرض العصر، يعني بزاف ديال النساء كيعانيو من هاد المرض، لكن هي الحالة ديالها تطورات شوية والمرض ما بغاش يحبس، ما لقاتش ليه علاج. أنا في مرحلة متدهورة. هي في واحد المرحلة كما قالت متدهورة بزاف. غنخليها هي تعاود لكم القصة ديالها وتعاود لكم شنو عندها دابا ولا ايش محتاجة، وكنتمنى من المحسنين كيف ديما يتدخلوا ويشوفوا الحالة ديالها يحاولوا يعاونوها باللي كان. هي راه فقط كاريه واحد الكوزينه صغيره هي والزوج ديالها، يعني حتى الظروف العائليه ديالها محتاجه لابسط الامور. تكلمي عاودي للناس القصه ديالك. السلام عليكم، انا مصابه بالسرطان من 2019 شهر 5، درت الشيمي مده 8 شهور، كانت تقطع الدواء ما كملتوش، بقات ليا 3 حصات، اضطروا الاطباء يقطعوا لي البزوله حيت الورم تفرقع عليا. صافي كنت في المرحله الثانيه، وملي حيت البزوله كنقول لهم راه عندي الحريق وهادي ما كيتيقونيش، كنمشي عندهم كنقول لهم قلبوني ما كيبغوش يقلبوني، كل مره كيعطوني رونديفو هذاك الرونديفو ما كنقدرش نصبر عليه، كنمشي قبل هذاك الرونديفو حيت صافي ملي مشيت لاخر مره قالت لي عندك انت المرحله متدهوره بزاف، ما بقيتيش في المرحله الثانيه. الحمد لله والشكر لله، اضطريت درت سكانير، درت ليرين، بقيت ليرين مثل راديو العظم ما فيه والو، السكانير لقيتو ضرب ليا الريه، تاقوا بيا قالوا لي عندك الصح، قالوا لي هذيك التحليله ديال البزوله داكشي اللي كرطوه لك اللي شافوه كرطوه، واللي ما شافوش خلاو لك هو اللي خرج. خرج ليا ورم هنا كبيره كشتو قداش ناوه خارج، هذاك كل مره كيتزاد بسنتيم، كل مره كل نهار كيتزاد بسنتيم. غنقاطعك مشاهدين، الورم حنا رشناه ما غاديش يعني صعيب نوريه لكم، يعني شي حاجة فوق الخيال، أنا ما قدرتش نشوفه أكثر. يعني السيدة حالة مستعجلة، الورم غادي وشي كبر ليها الآن، مقيح خارج داك الشي بالدم والقيح، يعني كنتمنى من شي طبيب ولا يتدخل، وخا غير ينقيو ليها ديك البلاصة ويعالجوها ليها ويعرفوا مناش داك الشي كيخرج. كملي الناس كملي. صافي وعندي ورم آخر تحت الباط، داك تحت الباط حبس لي العروق فني تنفس حيت جمد لي الدم، انت كي تشوفو منفوخه ليا اليد ما كنقدرش نهزها، ما كنقدرش نتني اليد، شفتيها ما نقدرش نتنيها، هذا الشيء كيعطي لي الحرق بالليل ما كيخلينيش ننعس، كنعس زايده جالسه بحال هكا، كنتني ركابيه كنربعهم كنحط هاد المخده وكيدير لي راجلي مخده من هنا ومخده من هنا باش باش وكن دابا العينين راه كيتسدوا، ولكن انا بغى نتمدد كيف الناس، كنتمنى نتمدد شهر ونص وانا جالسه هكا، الله يحفظ الله يجي شي نهار عاوتاني هاد الجلسه هكا ما تقدرش ينقص حتى يغطي ليا، واصلا انا طيبه ونكمل غنطيب كامل. واخا نقولوا الرقم ديالك حيت الرقم ديالي هو 086 20 02 14. عاودي 086 20 لا ماشي 06، سمحوا لي غلط شويه عليك وشويه عليك باش نكتبوا في لي كومونتير. غلطت عافاك سمحي لي غلطت في الرقم ماشي مشكل. عندي 06 04 06 04 30 06 04 30 06 24. هذا هو الرقم ديالها 06 04 30 06 24. هذا هو الرقم ديالها المشاهدين اللي كيشاهدونا، هذا هو الرقم راني كتبت لكم في لي كومونتير
فاللي ما اللي ما قدرش يعاون هاد السيده ماديا يعاونها معنويا. هي محتاجه حتى شي حد يعطاها امل في الحياه، لانها عيات ما كتنعش. كما قالت لينا انا وليت كنطلب الموت، فحتى المساعده المعنويه والانسان اتصلوا به ونحبوه في الحياه ونصبروه على الابتلاء اللي عطاه الله، فتا هي راه كتسمى مساعده. كنتمنى ما تبخلوش على هاد الشابه الجميله تبارك الله، كنتمنى ما تبخلوش عليها بالمساعده المعنويه ايضا وحتى المساعده الماديه. فباش ما ننساش قلتي لي عندك واحد الدواء ديال 70,000 ريال ياك، نوريو للناس. عنده هذا فانيد ولا شنو هو؟ هذاك فانيد الشيمي. هذا الفانيد فقد عطاه لها غير المحسنين، هو دير 70,000 ريال. شحال كتحتاجي منه من باكيه؟ خاصني انا جوج باكيات في الشهر. خاصه جوج باكيات من هذا في الشهر اللي دايرين؟ خاصني كل شهر باكيه فيها 14 حبه، خاصني نشرب 14 يوم وتشوفني الطبيبه 12 يوم كل شهر، وهذا غير نصه. عطاه لي واحد السيد خدام في السبيطار، هي ما شافني بقيت فيه عطاه لي قال لي انت دير 70,000 ريال، حيت الفارماسي ندير 70 ما عنديش. انا عارفه مع هذه الحاله ديال الكورونا، يعني حتى الناس اللي قادرين واللي متوفر عندهم مثلا اللي فارماسي او للدكاتره اللي متوفر عندهم هاد الدواء راه هي محتاجه ليه، عاونوها بهاد الدواء الله يجازيكم بالخير. السيده محتاجه المساعده، احنا وريناكم الدواء ديال المورفين. هذوك المورفين مخدرات هذوك عطيهم ليا باش يكرموا ليا انا الجسم ديالي، ما بقاوش كيقضوا فيا تا هما، واخا فك شويه يعني حتى الدواء ما بقاش قادر الجسم ديالي ما بقاش. خاصني انا شي دواء اللي ما عرفتش انا خاص شي المخزنه ما دار معايا والو. انا اتعذبت اختي في المخزن وصافي، والله كون شي يكون عندي الفلوس انا والله تندخل الكلينيك، ولكن غير بالله ما عنديش. دخلت للمخزن 40 قلت صافي هادو هما صراحه الماتيريال كاين مزيان ولاطيك بيه مزيان، ولكن اللي فتح لي فتحوا لي والخياطه اللي خيطوا لي راه الخياطه اللي خيطوا لي بحال مخيطه لي مدربه. واخا اختي احنا عطينا الرقم ديالك للمحسنين، هما شافوك على المباشر عرفوا القصه ديالك، شافوا الدواء اللي انت محتاجه ليه. محسنين ما كيبخلوش على الناس المحتاجين، كيتصلوا كيعاونوا، ان شاء الله يعيطوا لك ويعاونوك. وشكرا للناس اللي كيتمنوا لها الشفاء وكيتمنوا لها العلاج، شكرا ليهم. فكنتمنى تتصلوا بها وتعاونوها الله يجازيكم بالخير، ونودعكم في هذا المباشر ونتلاقاو في مباشر اخر ان شاء الله. بسلامة عليك اختي، الله يعاونك.